قال: فإن اهتدى الطالب بعناية الحق إلى مثل هذا الشيخ الكامل المكمل ووصل إليه، ينبغي أن يغتنم وجوده وأن يفوض نفسه إليه بالتمام، وأن يعتقد إلى آخره بالآداب اللي حنخصلنا نحن درس كامل. فإذا أنت إما مريد أو مراد، المراد ما باختيارك، ما لك علاقة، قضية اختيار إلهي. مريد بإيدك، طلب، أنت بدق الباب إيدك. بس إذا انفتح الباب واحد أخذك وفوتك لجوا وأنت مالك دريان بالقصة كلها، هي شغلة ما بإيدك. أما دق الباب والمريدية بإيدك، بس المرادية ليست بيدك. ما صارت لك مراد، صير مريد، ما بيمشي الحال. قال صعبة، أنت بدك تحصل على أعلى مقام، بدك تصير عم تطلب أنك تصير بالآخرة في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. شلون بدك تكون؟ بدك ياها ببلاش كلمتين أو بقعدتين أو بدرسين أو بجلستين ذكر بدك تصير في جوار النبي؟ ما بتزبط معنا. معنا كل المليار وثلاثمائة مليون مسلم كلهم هدوني في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا نتكلف كلام بعيد عن الحقيقة والواقع. في صدق صحابة بينات بعض كلهم نفس درجة الصدق؟ لا، مختلفين كتير، ما هيك ولا لا؟ وفي كل زمان درجات، كل واحد هو وهمته. الله يتوب علينا ويغفر لنا ويعفو عنا. تكون مريد بس لا نكون من اللاعبين المتسلين الغافلين النائمين ما بعرف شو في أوصاف كمان. خلينا نصير مريدين. هاي ذكر وهي مسبحة، عود سكور الله، عود سكور، اغتنم الفرصة وعود سكور. خصوصا اللي ساعتهم شباب اللي ما تزوجوا، اغتنم الفرصة. ما كل يوم، ما كل يوم بكرة بيجيك ظروف صعبة، بيجوك أشكال وألوان، بصير عندك مسؤوليات كثيرة. إذا ما من هلأ صنعت قلب ذاكر لله بتضيع بالحياة، يضيع دينك، يعني يضيع إيمانك، بصير بترجع للغافلين. من هلأ اغتنم الفرصة وعذكر الله، وعاهد نفسك ما تقطع هذا الورد حتى يحيي الله قلبك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى